بسم الله الرحمن الرحيم. إذا احنا نستمر بالمحاضرة الثامنة، الجزء الثاني الآن، وإذا عندكم ملاحظات أو يعني أسئلة قبل ما نبدي نرجع طبعا للملف مالتنا اللي سويناه حتى نكمل الشغل اللي سويناه عليه. شنو تحبون؟ إذا عندكم تعليقات على ما مر بالجزء الأول من المحاضرة، كان عندنا طبعا أخذنا شوية جيومتري توسعنا بيه مثل ما شفتوا، يعني أخذنا حالتين بصراحة، حالة أنه نجيب من الأوتوكاد ملف وشون نعامله، هذا كان بالمحاضرة السابعة، وجينا بعدين بالمحاضرة الثامنة لا أنه أخذنا يعني خلينا نقول أوامر متقدمة بالتعديل، اللي هو مثلا شون نضيف بيم على شكل كيرف، شون نضيف قبة على مثلا بناية إلى آخره، شون نسوي كيب كوبي بيست، يعني نضيف طوابق أو نضيف بانلات. ولاحظتوا صار عندنا بالاخير يعني في شكل بنايه اللي هو مو تقليدي، يعني اولا لا من حيث عدد الطوابق ولا من حيث ايضا البلان باضافات، وكل ما طبعا راح نشتغل اشكال مختلفه كل ما راح نزداد احترافيه باستعمال البرنامج واوامر البرنامج. يعني يمكن اوامر البرنامج مثل ما شفتوها محدوده، مو مثل الاوتوكاد يعني من ناحيه يعني الخطوط والنقاط والتعامل وياها وشيء، يعني وايد جدا لا تقارن بالاوتوكاد، لكن مع هذا انت هاي الاوامر القليله شلون تقدر تتحكم بها وعليكم السلام وتشتغل بشكل بحيث تسوي هذا الجيومتري. لهذا كل ما تنضاف، يعني انا ذكرت يعني اكثر من مره مثلا هذا الامر، هذا الان اللي هو يعني اضيف يمكن قبل فد يجوز 3-4 سنين، هذا اللي هو اكستند شلون تمد المنبر، يعني فرحنا طبعا بيه احنا كيوزرز. ليش؟ لانه طالنا في الاوبشن، مو لنا نستنسخ نقطه ونربط بيها وكذا، لا انه ممكن نمد الخط فيمتد، اما عمودي على خط اخر او يمتد يعني يقطع الخط الاخر او يمتد مسافه معينه وهكذا. فهذه الاوامر يعني انا اتوقع البرنامج زمتين راح يزيد من عندها حتى تزيد الفلكسبيليتي وقدره اليوزر ان يستعمل هذه الاشياء. زين، إذن احنا خلينا نستمر بالتوسع بالبروبرتيز. احنا بدينا اخذنا انه شلون نفر الكولوم الى اتجاهات مختلفه، ممكن 90 درجه وهو يعني الحاله الغالبه بالحياه العمليه، ممكن لا. يعني مره جتنا مثال يعني بصراحه الاعمده كانت كلها يعني كنت تنتهي شعاعيا الى مركز قبه، مركز دائره عليكم السلام. ف يعني معناها بطل انت تجرب، او اذا عندك الزاويه مثلا مضبوطه تقيسها من الاوتوكاد ممكن تفر الاعمده كلها بحيث تكون شعاعيه. انا اقول بصراحه يعني من ناحيه هندسيه، بس البرنامج بسيطه شغلته، لكنه الهندسه هي الخبره والممارسه العمليه. اتجاه العمود مهم، اتجاه العمود بتحليل الستركتشر مهم. ليش مهم؟ انت هسه مثلا هسه احنا ايش سوينا؟ احنا فرينا العمود، واحد من العمود فريناه عن الجهه مالته. الآن من يجي البرنامج وينقل اللود والعزوم، كل عمود صح ينقل له لود اكسيال لود زائدا باكسيال بيندنج مومنتس، يعني لود زائد عزمه. خلينا يمكن هم شويه نرسم حتى نوضح، اعتقد الكلام هذا يعني مهما كان ما يغني عن رسم توضيحي. خلينا نشوف الان شلون البرنامج راح يحلل الستركتشر واتجاه العمود مختلف. يعني على سبيل الافتراض خليني اقول العمود كان بهالشكل، وبعدين العمود فريته بهالشكل. زين، انا عندي المحاور هذه، محور اكس ومحور واي. ايش راح يسوي البرنامج؟ البرنامج راح يسلط قوة محورية بالسنتر وياها عزوم باكسيال. الآن العمود رقم واحد، العمود رقم اثنين. الآن سؤال لحضراتكم، العمود رقم واحد بأي اتجاه أقوى في مقاومة العزوم؟ هل هو X أو Y؟ Y واضح. أما العمود رقم اثنين فبالعكس. فإذا إحنا من فرينا العمود، هذا اللي سويناه كأنه هندسيا، خليها في بالك، إنه الاتجاه القوي غيرناه بالنسبه للمحاور. زين، احنا تذكرون حكينا يمكن المحاضره هاي راحت او قبلها، انه احنا اصلا شلون نختار الاتجاه القوي؟ كون احنا المكان مثلا اللي بسبان اكبر، لود اكبر، كذا، يعني ما نفر كيفما
يعني نشتهي مثلا بدون مبرر. المبرر هو شنو؟ انه احنا نمشي على السنه الطبيعيه اللي موجوده في الماده، انه دائما مثلا فضاء الاكبر يسوي عزم اكبر الى اخره، او اللود الاكبر يسوي عزم اكبر، هو دائما الفضاء والسبان. زين، فهذا ايش راح يصير من جهه الستراكشر؟ راح نلقى هسه العزم باتجاه الطويل مال العمود هو الاكبر. يعني نتائج التحليل ايش راح نلقى؟ هي مقاومه بيحسب لنا، بنقول انترنال فورس، هذه مقاومه العمود لهذا الفورس، بس ممكن يتحملها هو كمقطع، ممكن ما يتحملها، هذا راح يرجع على ابعاده وتسليحه الى اخره. فهذا دائما هذه اخذوها قاعده، من تفر للعمود ترى مثلا كان الاتجاه القوي باتجاه واي في العمود واحد، والان صار اتجاه واي ضعيف، راح تلقى العزم اللي يجي من اتجاه واي نقص هواية عندك بنتائج التحليل. هاي انا ملاحظها كل شيء هواي. فاذا اعيدها، الان العمود رقم واحد والعمود رقم اثنين قاعد تشوفون، هذا واحد وهذا اثنين، الان واحد حليت على واحد، راح سويت ران طلعت النتائج، راح يطلع لي العزم باتجاه واي، هذا العزم، هذا عزم رقم واحد، هذا رقم كبير. رجعت فريت العمود وحليت المسألة مرة ثانية، العمود رقم اثنين هالمرة، العزم رقم واحد هذا اللي هو باتجاه واحد راح حلقى الرقم صار صغير. ليه؟ شنو السبب؟ لأن هو الستركشر من يشتغل كوحدة واحدة، هو الاتجاه الضعيف ما يتحمل، يتحمل عزم صغير، والاتجاه القوي راح يأخذ العزم الأكبر. واضحة الفكرة؟ فلهذا احنا قلنا لا، لقدام احنا فكرنا بالقضية، ما نخلي البرنامج هو يحكمنا، انه احنا نخلي الاتجاه الاقوى باتجاه اللي نتوقع راح يصير عزم اكبر. كما ذكرنا من يكون اكو بيمين باتجاهين، يعني الكولوم هذا قلنا مثلا ممكن يكون بحيث يكون اكو بيمين باتجاهين، يعني خل ارسم الحالة وان كانت موجودة بالبرنامج. هذا هو الستركتشر، هاي البيمات بهالشكل. زين، وهذا العمود. الآن هذا الاتجاه هذا ما أتوقع يجي عزم كبير، ليش؟ لأنه هاي الجهة توازن هاي الجهة الثانية، لكن هذا الاتجاه أكو بيم باتجاه واحد، فأتوقع العزم كبير. فلهذا من أجي أسوي عمود أنا أتوقع شكل العمود المنطقي هو هذا. انتهت المشكلة؟ لا، ما انتهت المشكلة. ليش؟ هذا هنا مثلا ماكو حائط معماريا، شنو؟ طلع العمود منين؟ يعني من الحائط، يكون بارز من الحائط. زين، وراح يصير عاثوره بالاثاث، مشكله، خاصه اذا كانت هاي غرفه واحده، هاي غرفه واحده وهنا قنفات وما ادري شنو كذا، الاثاث مشكله. صح نسوي؟ راح نرجع نخالف القوانين الطبيعيه، صح نرجع نفر العمود، ايش راح تصير ضريبتها؟ اذا التسليح كفه راح العمود شنو؟ يكبر، يكبر، لأنه ذراع العزم صغر، فشن نسوي؟ نضطر نعرض العمود. يعني خل أحكي بعد، خلينا نقول بصورة أكثر دقة، يعني لو انجبرنا الآن أنه هذا هسه الفضاء، أن العمود هيك نسوي نفسه فريناه هيك، راح نلقى هذا ما يشتغل، راح نضطر شن نسوي العمود هذا؟ كبره حتى نعوض. يجي المعماري، أنا متأكد يقول ماكو مشكلة طالما مدفون. وين قلنا المعماري يهتم بال، يعني لا مو هالشيء، هذا ظلم. يهتم بالكلير ديستانس، الكلير سبيس الطالع له، شنو ببطن الحائط؟ مو شغل عمود كبر، عمود طول، مدري شنو كذا، هو طالما مدفون مو يهم القضيه. وهذا طبعا منطقي جدا، لانه ساعدني، لانه هاي الجمله شوي خفصه، لانه الوظيفه المعماري جماليه ممتاز هذا، لكن شو نقول؟ نقول الوظيفه والرمزيه شوي، نعطيها معني شوي كلمه، يعني الجماليه لماذا ترمز؟ مثلا ترمز للهويه الثقافيه، للتاريخ، ما ادري شنو كذا الى اخره. او ها نجي ناس الكلفه وكذا، بعد هذه هم يعني تخضع بعدين الى مساله اخرى، تجي موازنه الكلفه. لا مثلا مو عمود واحد قد الزياده، طبعا هذا هم باراميتر، بس هذا وين يظهر؟ بعدين. يعني اول شيء هيك بهالشكل واحد يشتغل، وبعدين مثلا من يخلص الشغل ويجي يشوف الكلفه والهاي، بعدين يرجع يوازن من جديد. طبعا هو المعماري كهد، وبصراحه هذه فائده البي اي ام، من نقول بيلدينج انفورميشن موديلنج، هي ان كل التخصصات تجمع
كل التصاميم باكج واحد، تجي تباوع مجموعة أشياء. أولها شنو؟ الكلفة. ثانيها شنو؟ توفير الطاقة. ثالثها شنو؟ الديمومة، استدامة، شنو يعني هكذا، كلها باكج واحد، مو كل واحد يشتغل وكأنه ما له علاقة بالقضية. واضحة الفكرة هسه؟ هذه شوية يعني حشينا عليها أكثر، اسمحوا لي يعني شوية توسعت جزء بها، لكنه بتقول شنو فائدة التدوير؟ كان هذا التدوير باعوا، هذا سوينا هذا العمود بالمحاضرات اللي راحت، شنو فائدته؟ والآن أعتقد هو أصبح واحد من العوامر المهمة الآن، إنه هو مفيد جدا حتى نعرف شو نسوي. نجي إلى الشيء اللي إحنا توقفنا عند نعم نعم. هسه إحنا حاولنا أن نستذكر عملية التدوير ما أدري إذا نعمله. إذا أنا في بناء شفيرة شو جاي نعاني من الأساس العمود وشون أنت أنت راح تدور العمود أكيد يعني من كل الطوابق. يعني أختار سكشن. فأنت واحدة أي واحدة من الاثنين تريد أصلاً شفتني إيش سويت بوقتها وبوقتها أصلاً ما أقدر أجي هذا العمود أعينه. خليني أول شيء بصراحة ألغي عفواً مو هذه، خليني ألغي هاي الكتابات الزرقاء labels. بمناسبة هذه labels and symbols هنا رايت كليك بالشاشة، هذه نفسها هنا موجودة، يعني تركوا أوامر ممكن تطبلها من أماكن مختلفة. زين هذه الآن أنا شريد هسه هذا العمود أفره مثلاً، أوردت هذا أفره في وقتها، فهسه هذا كنا حصره بويندو كنقطة. أقدر هتشي عندي باوس سيطرة، أقدر ما أقدر أجي أزوم أكثر. ليش أنا أخذت توب فيو حتى من أجي شوفوا الآن راح أسوي ويندو، بقى أشوف الويندو على قد النقطة، النقطة اللي هي شنو هسه صارت الخطوط الجواها كلها فعينت. إذا طوابق قليلة ممكن هم سكليك واحد واحد هم ما تقدر أعينه يعني، ولو كان صعب بدون كات سكشن لأنه وراء ناس وراء قدامه شيء صعب. بعد أبو بعض المنشآت جاي يصير نمشي طابق طابقين ثلاثة طابق أربعة يتغير اتجاه العمود، بس هو الأكسس هو من نفسه. أي هذا سؤال ممتاز أبو هاشم، يعني بصراحة أنه الآن العمود ممكن يتغير شكله اتجاهه حسب الطوابق ممكن، بس شنو لا تنسى أنت عندك حديد تسليح راح يمشي بكل العمود، فأنا راح يصير عندك فشي ظاهرة يسموها كسح الحديد. كسح الحديد يعني إذا ما تتذكرون خلاص شوية أذكركم، هذا الآن الكولوم زين، وكان الكولوم اللي جواه خلينا نقول أكبر من عنده موجي على سبيل خوام معقولة بالعكس. مرة دكتور بالتنفيذ يصير مشكلة هذه حتى بالتنفيذ واحد قد الحجم يعني نفس الحجم نفس الحجم. شلون؟ يعني شوف هذا الآن يعني حديد تسليح هذا الأحمر اللي رسمته أنا بالعمود الكبير، العمود صغر صغر نفس الشكل أو صغر بسبب تغير الشكل، أنا وايد مر عندي يعني هاي خلينا نقول حالة مربع يصير مدور أو مستطيل يصير مدور، وهاي مدور وهاي التغيير دائم. ليش؟ يعني مثلا أنت عندك في الطابق مطعم ما بي حيطان، ودائما طابق ما بي حيطان شردو مدور دائري، جوا لا عندك مثلا غرف وما أعرف إيش وشي زين، فكون مستطيل ما يصير دائري، أنا بالعكس دائري يقول لك هذا يقوم يطلع من حائط وشكله مو حلو ربع دائرة ما ليش وشي قطع دائرة. فأنت كون تنتبه تفكر، إحنا قلنا أنت فكر لو أنت المنفذ أنه راح تكسح الحديد هذا سد اللي يشوفوا الشيش، هاي العملية صارت به يصحوا له كسح أو أوفسيت بالكود، هذا به ضوابط يعني تكسح إيش قد تكسح، فأنت اللي تكبر براحتك وتصغر براحتك يعني، وبعدين النتيجة يجوز في سوي آني مثلاً أعطيكم مثال بحيث سهل ما أقدر أحكي كل شيء الآن الوقت لا يسمح. مثلاً عندي عمود مربع وراح يجي فوقه عمود مدور، شو أسوي؟ شلون أخلي الحديد حتى أضمن يفوت باثنيناتهم بدون أي مشاكل؟ شو تقترحون؟ كفرة زايدة. كفرة زايدة بحيث أخسر هالقد لو شنو؟ المربع الكبير من النهاية. يعني التسجيل. يعني خل أرسم العمود الفوقة يجوز حتى شوية أقرب الصورة، هذا العمود الفوقة ولو كلش مدور. هذا العمود الفوقة. أسلح مدور أحسنت. لأن يعني تسليح المدور شبيه يعني من اثنينات، هذا التسليح مالتي مدور. أدرونا شوية الرسم مو زين. أوكي هذا يصعد بالكولوم الدائري يصعد بالمربع
نعم راح شوي يصير خسارة بالتحمل، لكنه حال ما بي لا مشكلة كسح ولا كذا. أنا استعمل هاي الطريقة بصراحة. وزرع يعني العمود هالشكل صاير. إيه. تزرع يعني. مو مشكلة يعني هاي شوية بصراحة ممكن أكتش بالإيبوكسي وتزرع وكذا يعني، بس ما ينطيك مثل الشيء الأصلي يعني، تبقى قلق شو راح ينفذون شو راح يعني. أكو طبعا هاي الأشياء بصراحة هاي سبب المعالجات بكذا نكون مجبورين، بس أنت عندك تصمم، أنت تصمم أنت من الصفر، أنت اختارهم عالج تلقى لك بالطريقة. أوكي خلي آخر متر آخر متر مسلح ندور، مو شرط كله ندور آخر متر ممكن بالالتقاء مثلاً بالضبط بيناتهم أو عندك مجال شوية حتى نقلل. أوكي هذا مصح، هذا قد مرة أعوج زين ماشي. هسه إذا نرجع إلى إحنا الحق البارحة بدينا بالجزء الأول المحاضرة رقم 8 في موضوع مهم وهو الكراكت مومنت أوف إنيرشيا، تتذكرون وما كملنا توقفنا لأنه يعني انتهى وقت الدوام. هذا حكينا احنا ان عندنا مجموعه طرق نحسب بها مومنت اوف انيرشيا، وباختصار بعدين قلنا اكو اسلوبين رئيسيه، واحد اسمه جروس مومنت اوف انيرشيا والثاني اسمه كراكت اوف مومنت اوف انيرشيا. الجروس دائما اكبر من الكراكت، بس اخر شيء انتهينا انه احنا هسه وين نحتاج الكراكت مومنت اوف انيرشيا وين نحتاج الجروس مومنت اوف انيرشيا. هذا السؤال بصراحه جوابه يعتمد على الكود. الكود شو يريد من ابن يعني، الكود هل يسمح لنا ان احنا ياهو لو باختيارنا ياهو الاسهل ايش نختار؟ كروس شكل خلاص بيشتكي على 12 وانتهت القضيه. لكن اذا قال الكود لا يو شود اكاونت فور كراكينج ان كالكوليتينج ذا مومنت اوف انيرشيا، اذا انا مجبور شنو اروح؟ يعني لازم اخذ الكراكينج بنظر الاعتبار. فهذه وين موجوده بالكود؟ نحكي بشكل عام هسه التحليل التحليل والعزوم وما ادري شنو والكذا، الكود ما عنده مشكله يقول له خذ شنو الجروس مومنت اوف انيرشيا. بس وين المشكله؟ من يجي على حساب الديفلكشن. حساب الديفلكشن شو يريد الكود اصلا؟ ما يريد اي كراكت. الكود عنده فد اي جديده اي افكتيف اللي هي فد ميكس، فد معادله طويله ميكس ما بين اي جروس واي كراكت. بس اي افكتيف الشيء الجميل انه هي ان بتوين، لان يقول لك اي كراكت كلش يعني ضعف اكثر من اللازم، سيفتي اكثر مما نحتاج على طول البيم. عفية كان الكراك على طول البيم وكله نفس الطول نفس الارتفاع. اي جروس لا نوت ان ذا سيف سايد، يعني اي افكتيف اكبر من الجروس لا بالنص بالنص لا حسنا يعني بالمقلوب آسف 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 إيه يعني هذه هيك شيء أوكي أي آسف آسف هذا صحيح هي in between. بس هاي effective تيجي تشوفها هاي effective تعتمد على العزم الماكسيموم كل بيم ما أدري شو يعني، ما ممكن استعملها بالبرنامج. البرنامج بصراحة شفتوه البرنامج شيرد من عندي، البرنامج الثاني هذا الأمر بيم طبعا رحت سبيسيفيكيشن منه فتحت لي النافذه، خلي ابدي من البدايه جنرال سبيسيفيكيشن فتحت لي هاي النافذه بيم، طبيت بروبرتي ريدكشن فاكتور معامل تنقيص للبروبرتي بين قوسين مومنت اوف انيرشيا ويريد رقم. هذا الرقم شو راح تقول له؟ اساين الى مجموعه من البيمز، طبعا تخوم تجي اساينها وصله وصله لو كذا، راح تسوي اساين الى مثلا يجوز طابق طابق او يعني كل البيمات او كل الكولومات الى اخره. فالعمليه هيك ممكنه هيك براكتيكال، غيرها تصبح صعبه. فش تسوي يعني؟ انا شخصيا هذا رايي يعني، يعني خلينا نقول كديزاينر سابقا انه انا اختار ان ذا سيف سايد. احنا قلنا دائما ايش نختار؟ ان ذا سيف سايد، اختار هذا. فهذا اذا في حساب الديفلكشن راح اخذه مكان هذا، هذا الغيه اخذه هذا. لكن هذا القرار عند السيف سايد لو مو عند السيف سايد؟ نعم واحد يقول لا واحد يقول ايه، اذا هي هاي الديمقراطيه. فايش راح نسوي هسه؟ راح نجي نقارن بين الثنين. الديفلكشن معادله مال الديفلكشن سمبلي سبورتد بيم، نسالنا شبابنا شويه معلوماتهم فريش عليه لو دبليو
سبان مالته آل. أكبر دكتشن وين يصير؟ بالنص. قد مقداره؟ دبليو. دبليو هاي الأول الأولى سهلة دبليو. وآل بس أس أربعة يلا هاي من عندي. وإي آي جوهم من عندي مساعدة. لا بعد الرقم. 384 عافية والبسط. هاي شنو هي معادلة مع الحساب ديفليكشن في بيم سمري سبورتد على يونيفورم لود بحيث لو صار فيكس فيكس الخمسة تطير يصير واحد على 384. احنا سموها من هاي المسائل. احنا نريد نعرف الاي وين مكانها وتأثيرها على الديفليكشن بالمعادلة. هل اذا اخذنا اي اقل ان ذا سيف سايد لو العكس المعادلة اذا كبرت الاي شو يصير بالديفليكشن؟ وين يقل الديفليكشن؟ فلهذا عند سيف سايد ناخذ اي كراك نرجع هسه من جديد نسال السؤال. عند سيف سايد ناخذ اقل اي حتى يطلع لنا اكبر ديفليكشن. هسه بعد ماكو اختلاف صار اجماع وهذا الاجماع حجه. زين اذا انا اجي اخذ اقل اي 0.9 من اي جروس 0.7 من اي جروس 0.8 قد اخذ هذا السؤال بما انه ثاني صعب يعني مرات بالدورات بصراحه شو اقول لهم؟ اقول لهم اوكي انت روح افرض انت مثلا بيمات اللي تمر عليك بالحياه العمليه شنو؟ وتجي تحصيهم يطلع عجز 4 5 العرض كله 25 سنتي اوكي؟ احنا مو قلنا الشطرات مال الخشب والكذا فماكو بيم راح اسويه اقل من 300 مثلا يعني 30 سنتي خلوه مرة 30 40 50 60 جوز 70 هذا اللي يكون صار 5 6 اذا عندك انت سكاشن تيبيكال المن للبيم او عندك كتالوج مال بيم تقدر تسوي لك. هاي بصراحه ترجع تحكيها بالدوره مال التصميم بين احنا مثلا قد اكبر عزم يتحمله هذا السكشن مال البيم قد اكبر شير كذا. فعلا اكو واحد من المشاركين انا اخذ الواهس بهاي الجمله في اليوم اجى بنص الدوره ويا دفتر كل تيبلز وجداول تلاقي شنو قال سويت الكتالوج اللي انت قلت لنا عليه كتالوج مال اعمده كتالوج مال بيم بصراحه الديزاينر ذا هيك صار بعد راح يصير العمليه عليه جدا بسيطه لان راح يحلل المستند برو يباوع الرينج مال الارقام راح يجي يقول هذا الكولوم يرهم عندي هذا ما يرهم عندي راح يختار راسا من هذه بالكتب هم يعني هاي مو بس احنا صدر اختراع فرد شيء هاي شيء يصيحونها هاي يصيحونها ديزاين ايدز بالضبط مساعدات المصمم او ديزاين مانوالز او هاند بوكس هاي موجوده كان اكو عندنا بوكتنا وحسم رينولدز بس على الكود الانجليزي على الكود البريطاني هذا رينولدز كان اللي عنده رينولدز ملك بس جداول شلون تحسب مومنت اوف انيرشيا مال اشكال من الاشكال هسه احنا قبل عن المحاضره راحت يمكن اعتقد مدري قبلها من قلنا نريد نحسب وزن القبه هسه من الحاضرين يعرف شلون نحسب حجم القبه حتى نضرب في كتابتها حجم الكره بس يطلعك واحد ان شاء الله معناها قلنا نحسبها ولا احفظها لانه ما عملت تجي قليل مو بتكرار كلش بحيث تحفظ تلقائيا فتحتاج هاي انا هاي بصراحه المعلومات اكو كتب كتالوجات تجمعها احمد الدكتور هذا اليوم عامل ذكر احمد كبير قطع سخين يعني هذا كان كلش مهم شنو نستنسخ احنا انه نسخ اصليه وقتها ماكو اوكي هسه واضحه الفكره هذه زين خلينا نرجع هسه الان احنا ايش ناخذ اي اوكي ايش ناخذ اي من اي جروس هذا كويستشن فشنو شاهد الكلام نجي نجيب سكاشن نجي نحسب اي كراكت نقدر نعرف نحسب ونحسب اي جروس ونطلع نسبة هذا إلى هذا والسكاشن اللي عندي راح نلقى مثلا يجوز 0.3 0.4 point كذا راح ناخذ إذن رقم هاي طريقة نعم حسن بس راح ناخذها واحدة ايش نسوي يعني راح نفرض فد شيء اللي هو in the safe side يعني راح نبالغ شوي راح نفرضها واحدة بس اقتصادية تستاهل مشكلة يعني طبعا احنا كل شيء in the safe side نخسر شنو يعني فلوس اكثر بس مرات محكومين يعني سنجي خومون نجي كل واحد يقدر لك راك وكذا لا
البديل يكون اي افكتيف. بمناسبه الكود بنطلع اي افكتيف هم قصده يعتبرها واحده على طول البيم. بس شنو مو كلش اي كراك راح شويه يسوي مبالغه يعني بالضبط بالنص الحين تدرس بالكونكريت. واضحه الفكره؟ زين اذا معناها اللي نسوي كتالوج هسه شو هاي قضيه تعقدت؟ الجواب لا، انا اتبع طريقه ثانيه. انا سجلت شيء اللي هو شلون قلت لكم انت عندك ديد لود، روح انت باوع الموقع وشوف كذا، شوف تحسب الوزن مال الاشتاجر وكذا، اكو اشياء انت ممكن تحسبها ترى، اكو اشياء لا بتحسبها وترجع لوين؟ للكود. هسه هنا احنا ما نريد نحسب اي كراك تو اي جروس، نريد نستند الى كود، خلينا نشوف الكود شو يقول. طبعا الكود يتطرق لهذا الموضوع بالحكي عن الديفليكشن. من يحكي عن الديفليكشن؟ زين هذا كود 2014. خليني بما انه اعرف مكانها بالكود القديم، خليني اروح على الكود القديم ما بتغيرها هي. زين في شابتر 10، شوف الان في شابتر 10 من يحكي الكود عن النحافه مال الاعمده وتحليل الستراكشر لحساب النحافه مال الاعمده. شوفوا ايش ياخذ هاي هنا الفصل الخاص بالنحافة 10-10 أوكي، وهذه الآن كلها الفقرات خاصة بالنحافة. يجي على فقرة رقمها 10-10-4-1 كود 2011، شوفوا شو يقول. It shall be permitted to use the following properties for the member in the structure. Modulus of elasticity، هذا حكينا ما متوفين الأشياء وهي قضيتنا. باوع الان مومنت اوف انيرشيا، طبعا اكو حتى اريا هم حاله ان شو الساد برومنتي، بس الاريا هنا ما لها تاثير. اريا شنو؟ واحد ما تقل، اللي يقل منه بسبب الكراك المومنت اوف انيرشيا. وشفتوا ليش قبل شويه الشكل بالرسم؟ زين مره 0.7 اي جروس النقص، ومره شنو اكو حتى 0.25 اي جروس. قاعد تلاحظون زين شنو الفرق؟ ليش اكو اختلاف بالتنقيص؟ ليش مرات ننقص هواي ومرات واحنا بعد حقناها بالمقارنه بين الكولوم والبيم؟ هذا الحاله الاخضر دكتور 0.7 حاله اخضر، مو الحاله الاخضر، نقول البمبر اللي بي بيندنج مومنت اكثر هو بي كراكس اكثر، فبي اي كراك تتاثر اكثر. لهذا بعد كولومز كولوم شنو قلنا؟ كولوم هو على الاكسيال فورس الرئيسي بيعزم، بس العزم شنو؟ شيء ثانوي، لكن الرئيسي شنو؟ اكسيال فورس يشيل طوابق. لهذا يقول ماكو داعي تنزل، انزل لوين؟ 0.7 يو ار اوكي. بس من احكي لك عن بيم والبيم اكسيال فورس بي جزء صفر كل شيء ماكو، لكنه كله من ياثر عليه بيندينج مومنت يعني الحاكمه بالتصميم منه الكراك والبيندينج. فاي كراك مالته مهمه، فوين ينزل بي؟ 0.35. انا راح اخذ منه التقط رقمين، واحد للكولوم والاخ المن للبي. لا سلاب، اكو سلاب وانا عندنا مو فلات، يحكي عن فلات يعني سلاب وذاوت بيم. هذا اللي بالرابع ندرسهم سلطان، اذن السلاب وذاوت بيم يصح ولا فلات بليت؟ فلات سلاب. احنا بالنسبه لمثالنا هسه بي بي اريا والله ما اعرف بصراحه، يمكن قصده الرايت فاونديشن يعني. انا هاي تدري ولا هسه هي مشكله هم واحد يعني، خلينا نقول هذا ما حد ما مفكر بها انا حدا في السويد انت بهذا اريا شنو ما منقص الاريا في هذا اليوم يعني باي تحليل يعني ما اعرف وين ينقصون الاريا بصراحه ما اعرف ما مر علي حاله يعني. قصدي في حالات اخرى يجوز تتنقص، ايش معنى هنا شاير لها؟ ما اعرف. اي اس اوكي. اذا 0.7 المن بالكولوم و 0.35 جيد، نرجع للبرنامج. زين هنا البرنامج بي 2 اي، واحد ار اي واي ار اي زد. طبعا مناسب حتى هذا الامر ترى جديد. راح جديد يعني قصدي مو من الاول بستعد 3 القديم والكذا. كنا نسوي عاد احنا قبل؟ ماكو كنا داخل يعني اني مثلا هيك اقول دا اخذ اي جروس وادري الديفليكشن دا يطلع من البرنامج
هو أقل من الحقيقي، لأن أدري إنه I effective أو I translation أصغر من I gross. فبصراحة نحن نقعد إحنا عالي مثلا ومصممين بقية نتناقش، أقول لك أنت الديفليشن مع سعد برو بالأخير بعدين نطلع بيش الضربة في اثنين، لو في اثنين ونص له كل واحد بعد هو. وأنا دائما أقول مصمم يعني عنده قلب جسور، والجسارة مرات هذا القلب الجسور يختلف يعني من واحد لواحد. أنا أحكي يعني خلقيا طبعا بالخبرة الجسارة شنو تزداد، بس مع هذا أكو واحد هو من الأول جسور، شوفه من عمره سنتين ثلاثة يمشي على الحبال ويمشي على السياج. أكو شيء ولا ما أكو شيء؟ أما جعفر يضحك شكله كان بين بين. فهذه بصراحة شوفه يعني هذا أصلا هو يعني عنده إقدام، يعني ماكو شوية عنده، إحنا ما نحكي عن التهور لكن عنده يعني شوية ما يخاف. فلهذا تشوف مثل ما يخاف يقول لك لا أنا أضرب في واحد ونص سنت، أضرب في إيش دعوة أقدر أنطي. اللي عنده خوف أكثر شوية أجا هذا الأمر، يعني أنا شخصيا اللي فرحت ماكو شلون أوتوكاد قلنا نجيبه، يعني هي واحدة من الطفرات أعتبرها أحبالي بعد هذه اللي قدام، لا أضرب ولا أسوي كل شيء، هو الملف الخاص لحساب الديفلكشن أجي الآي أصغرها، عندي كود مستند عليه رابطكم إياه، وطلع الرقم وأحكم عليه حكم دقيق لا زيادة ولا نقصان. أوكي زين، بس الناس بواعد هو آي واي لو آي زد حسب طبعا سهلا. العزم هو صح امزد، بس ايش تسوي؟ انا من تواجهك هيك انا ادربكم، انت من تواجهكم هيك امور ايش تسوون؟ ترجع انت مثلا ثاني اقلل الاي واي اول شيء، اروح حق الديفلكشن هو نفسه، اذا عرفت انه انا قللت مو هو المطلوب. فدائما لا تخاف، احنا قلنا نريد ندربك ان البرنامج لك تول اداه لاتخاذ القرارات. فكيف تستعمل اتخاذ القرارات؟ انه انت trial and error، جرب وقارن. اوكي زين، فبصراحه انا اقول لكم هسه ماكو داعي تجربون. بوينت 3 5 للبيم، وراح اضيف واحد لاخ، قلنا احنا بيم اليمنت هو يشمل كولوم ويشمل بيم. بوينت 7 اوكي، بس الاولاني المن للبيم، البيم زوينها لازم اخذ منظور جانبي، اسوي اساينمنت ايضا حالي حال بقيه الشغلات، واجي كل ليفل اجي اعين البيمز واساين. مو الكولومات راح تطلع، يعني انا دا استخدم ايدي الاثنين بالماوس، يجوز ممكن اي عندك ماوس، انا قاعد استخدم الباد تاتش باد، ممكن طبعا ممكن الكنترول. هسه شنو هو كل مره دا يرسم الشيء دا عينه، ممكن ايش تسوي حتى تكون شوف شغلك صح ولا لا؟ تقول له هايلايت اسايند جيومتري، شوف هسه الان تطمن انه انت لانه كلهم دول دا ينضربون بشنو بوينت بالفاكتور بوينت 35. جيد، هذا هم نفس العمليه إذن دول الثلاثة. أوكي نجي الـ 0.7 كولومات دول فوقها بنرجع لهسه. أوكي هذا أول مرحلة، هذا الشورت كولوم الصغيروني. جيد، إذن الآن أنا دا أحسب مومنت أوف إنيرشيا ريدكشن فاكتور راح يتنقص، وقلنا لأجل حساب شنو الديفلكشن. لهذا بصراحة هسه هذا الأمر، هذا الامر اللي سويته لازم نسوي هسه الملف اخذنا واضيف عليه شنو اكستنشن، اكتب ديفلكشن. ندير بالكم بعدين تنسون، يعني واحد يتخربط عنده بعد مجموعه اشياء داخله بشيء، فتعرف انه هذا مال من خاص بمن بالديفلكشن. اوكي زين، هاي انتهت سبيسيفيكيشنز. بها اوامر اخرى؟ الجواب نعم بها اوامر اخرى، بس يعني انا بصراحه ما مستعملها. ليش؟ يعني مثلا مثال مثلا بالنسبه للبليت، شوف مثلا البليت اكو يعني امكانيه بالبرنامج، انا ما تبرقتها بالهيلث بصراحه لان ما مستعمله، انه فرضا انت عندك هذه البنايه، خلينا ناخذ في الشكل ايزومتريك، هذا في الطابق من الطوابق او الطابق الاخير الى اخره. زين، هذا انت شنو عندك؟ عندك احمال رياح، هاي احمال رياح قاعد تجي على هذا الوجه، هذه احمال رياح. عندك هنا اكو حائط، هذا حائط،
من دا ينقل الرياح للفريم مال الستركتشر؟ طبعا الحائط، بحيث شنو هذا الحمل مال الرياح دا ينتقل بوينت لود هنا على التقاء البيم بالكولوم. زين دا ينتقل عن طريق شنو هذا؟ زين انت تيجي تقول والله ليش اتعب نفسي، راح اجي اعرف هاي الاليمنتس كلها، هاي ميش اسوي لي هنا ميش بليت اليمنت تصير مثل حائط. وايد تحكيتوا على انه طابوق وكذا وشو علاقته بالكونكريت، طبعا انت متعرفه هذا بليت اليمنت، راح اوش ياخذه قلنا ريجيد جوينت. زين انت تريد هذا الاليمنت ينقل رياح، احمال الرياح، بس ما يرتبط يعني ما يعتبر جزء من الستركتشر، يعني هدفه يكون بس ينقل لود. هي هاي الامكانيه، خلينا نشوف شلون نرجع. عرفنا مو الغرض؟ يعني حائط مبني بس يقوم بنقل اللود الى الاطراف، لكن هو ما يساهم في تقويه الستركتشر. ليش؟ لانه ما مربوط الحائط هذا، مجرد قاطع ما مربوط لا بالسقف ولا بالكذا، بحيث ممكن بعدين يندفع يوقع، بس هو لانه هو يحتك بالوول وبالكذا فده ينقل، بعدين ما راح يصير الحائط من الريح كبير شو يسوي؟ الدفعه مثل ما يسبب الانفجارات مثلا. اوكي خلينا نشوف البرنامج. واش يقول البرنامج مثلا؟ اكو اجنور ستيفنس، هذا امر اجنور ستيفنس، يعني اهمل الستيفنس مالت الحائط بالتحليل. هو ايش راح يسوي؟ يجي الحائط يعتبره موجود في حساب اللود مع الرياح، لكن من يجي كستراكشر يوخره، يعتبره غير موجود. هاي هي الفائده. هذا بالضبط يسموه بالمصادر يصيحوا له كلادينج، كلادينج اللي هو هذا التغليف او الكذا. بس انا قلت طابوق مو اللي طابوق يجوز، هذا الالوكوما مثلا، هذا اللي هو هو هذا ده وغيره من هالامور هذه. اوكي هاي. هذا اصلا ما مستعمله بصراحه هذا ابدا. زين لانه احنا نجي يعني الرياح ولا هو خارج السكوب مال الدوره، نجي الرياح نقول له البرنامج راسا خلينا رياح، هو يحسب الرياح وحده بطريقه معينه. اوكي زين، اذا هاي السبيسيفيكيشنز بصراحة كلها أشياء اللي ممكن أنت تصير مثلا حتى بالبيم. أكو بقى مثلا شنو؟ أكو الأوفسيت، أكو الإمبرفكشن، هذا حلو مثلا إمبرفكشن، ما يجي مثلا بيم أنت ما يجي كامل، ما خصوصا مثلا بالستيل تضطر تجرة حتى، أو تضطر مثلا ضغطة حتى يصير بي إنيشال يسموه ستريس وإنيشال سترين وكذا. هذه كلها حالات بصراحة يعني واحد ممكن يقرأ عليها بالهيلب حتى يشوف وين يقدر، وكل ما يعني يستخدم أو يستعمل أبنية بها يجي حالات راح يعرف شنو فائدتها. احنا قلنا أنا الاحترافية الحقيقية هي how to simulate the real structure، شو راح تجي تمثل سلسلة الحقيقية. فتقوم تدور هاي الحالات، تروح تشوف هاي شنية ديت شنية كذا ممكن تفيدك. واضحة؟ زين خلوح إلى السبورت، لأن السبورت هم واحدة من الأشياء المهمة، ودائما ننسأل ناخذ هنج لو فيكست، اذا عندنا رافت فاونديشن، اذا عندنا كومبايند فوتينج يا احسن في هنج فيكست. لا نريد نحكي سال هالقضيه اذا حسن ما عنده سؤال. انت يمكن وكيل ما لسه مبين معقول كل اسئلتك كل اسئلتك لو يلموا لك اياها. نعم اكرم تفضل. بالنسبه للفقره اي 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 راح تغيرنا التحليل مالتنا سوينا، هسه احنا مثلا هسه مال اي كراك مثلا، هسه لو كملنا وسوينا ران على الواء، انت تسوون مثلا فريمين، واحد تنقصون الاي وواحد ما تنقصون الاي، وروحوا قارنوا بالماكسيمم ديفلكشن، راح تلقون الماكسيمم ديفلكشن متنقصون الاي تقريبا 1.5 الى 1.8 الى 2 ضعف الديفلكشن. ذاك مثلاً الأمثلة القديمة الكترونس ما سوينا يعني. ما شو نفكر فيه خليها طب ها العزوم كذا. لا ممكن تسوي ملفين، هذا سؤال مهم، دائما سوي ملفين، ملف خاص للديفلكشن وملف خاص للعزوم. أوكي ما واحد غير دكتور صح، تتأثر ما مقارن يعني باعتبار الكود ميرد من عين، فأني ما بوعد العزوم. يعني أنا سويت هذا البروبرتي ريدكشن فاكتور of moment of inertia لغرض واحد لحساب الديفلكشن وخلاص، اروح على الطريقه القديمه التقليديه انه احسب جروس مومنت اوف انرشيا. بعد زين نجي الى السبورت، نفتح الان ملف السبورت ونشوف شنو انواع السبورت اللي عندنا.
كرييت حاليا ما عندنا اي سبورت. شوفوا الان انواع السبورت خلينا من النافذه نجيبها هنا نباوعها. بس احنا قلنا السبورت هي تحديد حريات الحركه لنقاط معينه، هذا اسم سبورت. بس هاي شنو حكي؟ هذا حكي مال ميكانيك هندسي، هذا حكي مال بنايه حقيقيه. السبورت اللي هو ينقل حمل التربه، والان اكو بي شغلتين، شغله نصها يسموها جيو تكنيك ديزاين، شلون انت التربه تستوثق ان تتحمل الاحمال بثقه، وكو شغله ثانيه اسمها ستراكشرال ديزاين، تصميم انشائي نفس الاساس شي يصير بي بيندينج وفورسز وحاله حال اي منبر. فدائما من نحكي عن الاسس ترى نحكي عن شغلتين، عن جيو تكنيك وعن ستراكشر. لهذا اكو موضوع مهم بصراحه واللي هو هذا عليه ابحاث كثيره انه صعب كلش، يسموه سويل ستراكشر انتر اكشن، العلاقه المتبادله ما بين السويل والستراكشر. يعني الاخوان دارسين اسس يتذكرون حتى تحسب ستريس بنقطه بالتربه تحت الاساس، اذا الاساس كان مربع شكل يطلع الستريس، واذا كان مدور شكل يطلع الستريس. اصلا كم ناس يشتغلون اذا بوينت لود شكل، اذا يونيفورم، معناها اذا نحكي كاسس اذا بايل شكل، اذا رافت شكل. فلهذا تاثر التربه ما يعتمد بس على نوعيه التربه، يعتمد على من؟ على نوعيه الاساس هم. هذا كل الكلام اللي اقوله للوصول الى شيء. ليش ما نمثل التربه دائما بسبرينج؟ لان دائما هاي القضيه هي الدور، وصارت بالمناقشة مع المحكمة الفيدرالية ويا فيلق المهندسين هم عليها، هم قالوا ليش ما مسويها سبرينج تربة؟ كتب مال الأسس كلها ما تقول سبرينج ولا طلعوا، ليش ما مسويها سبرينج؟ يصير أنا أرد أرد عليهم، أخو ما أقول لهم والله عندنا كتاب مثلا مال محمود عباس ألفه كذا هو الجيجان، ولا حتى أقول لهم مثلا والله كتاب باولز، مو أشهر كتاب فؤاد باولز مثلا مال الأسس أو داس، أسرع عن داس مشهور يحبون وايد داس زين، وكتاب مع داس يقول لا هذا كله ما يفيد. ما رد إلا بيه من حجة الوحيدة المقبولة شنية؟ كود based on code. كود شي يقول زين، كود هذا العادي هم يعني بيفصل على أسس. بس بعدين لقيت أكو أي سي آي خاص هو اسمه مات فاونديشن، طبعا مات يعني رافت، ام اي تي أساس حصيري اللي هو أساس جوا كل البناية صبة واحدة، هذا محترم اعتبره هو هذا الكود. رحت دورت وكذا، فعلا اكو فقرات تقول سبرينج، بس لقيت فشي فقره تقول انه انت سبرينج مو الا تاخذ سبرينج، ممكن تاخذ سبرينج ممكن يعني اختيار، اكو سماحيه انه ما تاخذ سبرينج. جبتها وجاوبت بها والحمد لله خلصت من خلينا نقول هذه. بس سويت بوقتها حتى اكون مفهم، سويت ملفين بستايل برو، مره اكو سبرينج ومره ماكو سبرينج. انت عندك هذه التول مهمة جدا. ليش؟ لأن يعني أنت ليش تتعاجز؟ سويت البناية صغيرة، مو هي نفس المحكمة الكبيرة يعني متعبة صار عملية عليها كلش. جبت بناية صغيرة فد أربع سلابات أربع بانلات تشي وجواهن أساس، ومرة الأساس سبرينجات ومرة مو سبرينجات، فد جدول صغير بيه رقمين يعني إذا سبرينج يطلع تشي هذا مباح تشي هذا ما أقدر أحكي وياه، لأنه عنده تول ده يستخدم دقيقة وكذا، وكلك based on code، والكود American Concrete Institute من هاي المؤسسة المشهورة العالمية. فيصير هذا هو أسلوب. أنا أقول هذا الكلام بصراحة اللي يعني تعليق خص الشباب على أسلوب المحاججة العلمية، كيف تفرض شخصيتك في اتخاذ القرار الهندسي. أوكي، لهذا أنا هسه الأسس أنا يعني صح سابقا قلت لكم حكاية، الآن راح أغيرها أو شوي أكبرها الحكاية. قلت لكم الحركة لو نقيدها لو نطلقها، لا راح أضيف لكم اليوم فشي اسمه partially restrained، التقييد الجزئي. أوكي، خلينا نتعرف على شنو معنى الحرية والحركة والتقييد الجزئي. أوكي، هذا الآن بيم، هذا الآن بيم، وهذا وهاي نهاية البيم، هاي نود، نود بستعد برو خلينا نقول زين. الآن ماكو أي فري، this is a free end، فكم حرية الحركة؟ any plane، any plane، any plane ثلاثة. أوكي، انتقالية أفقية، انتقالية عمودية، دورانية، ثلاثة بس. أوكي زين،
هسا أنا أجي مثلا أردت أقيد فقط الحركة الانتقالية العمودية، شو أسوي؟ شو نسمي هذا السبورت؟ الدوران حر هسا والحركة أفق، صار نزوح جماعي لو شنو زين، والحركة الأفقية حرة بس العمودية شنو قيدتها، هاي هسا شو ستيب صعدت بالتقييد. ستيب 2 أرد أقيد الانتقال الأفقي والعمودي بس الدوران براحته هنج. ستيب 3 أزود التقييد أرد أقيد هن ثلاثة هن لا يتحرك ولا يفتر. هذه هسة الثلاثة هن ثلاثة هن إكستريمز. شنو إكستريمز؟ يعني لو فري لو ريسترين، لو حر لو مقيد. أنا أريد أحكي عن شيء جديد اسمه partially restrained. في أريد أتعرف بعدين بالأبنية عن support spring اللي هو partially restrained. خش راح أرجع إذن هذا ماكو. خلنا نرجع نفس التدرج. أريد أقيد الحركة العمودية جزئياً. يعني شنو جزئياً؟ يعني هي تتحرك بس مو حرة الحركة، أكو مقاومة للحركة مو منع للحركة. لاحظ أرجو أن تلاحظون يعني التعابير. هو أحسنت شو أنا الحارس ما السبرينج محمد؟ نعم أكرم عيد الجملة ما سمعتها. هو السبرينج ممكن يكون حبل طبعاً، هو السبرينج ترى هو مو إلا سبرينج شيء مثلاً كذا، لكن هذا هذا الشكل رسم ماذا؟ بس هو بتطبيق كابل يجوز ممكن أحسن هذا الباد مثلا مضاد واضح. لهذا أنا نقول سبرينج هو طبعا هذا سبرينج يعني مو الذي من شكل سبرينج، لكنه أكو شيء مرتبط بالسبرينج. يعني ما أقدر أقول سبرينج وأسكت. أهم بارامتر بالسبرينج اللي هو ينطيش قد يقاوم شنو هو؟ يعني كي ما أدري رموز جوز يعني إيه ما أعرف جوز كله صحيح حكيكم. ترى كل سبرينج ما يعني حق ليس له معنى بدون أن تعرف شنو كي. الناس راح نجي عندنا ربط ويا الكلام مالتنا بالأسس. كي عالية سبرينج هذا القوي. هسه لو سبرينج من صدق سبرينج بس راح يتقاس على ثخن الهاية وكم لوية وش قد تبدو بالضبط. ولا هو ماتيريال أخرى مثل الحبل أو الكابل أو الكذا بعد مساحته قلنا أي على كذا. أوكي هسه انتهينا منها. إذا أهم شيء شنو؟ كي مال السبرينج اللي هي شوفوا ترى السبرينج أكسيال ممبر. أوكي يعني it is one deformation member. فكي هي القوة اللازمة لإحداث deformation واحدة بالسبرينج. صار السبرينج حركة انتقالية مثلاً جد كيلو نيوتن نخلي عليه حتى ينضغط متر. هاي الكي مالته. هم راح نجيب الأساس شو نقيسها يخليها بالكم. أريد أقيد جزئياً الحركة الانتقالية الأفقية هماتين. شرسن. بس شلون شكله؟ كي 1 كي 2 واضح؟ باش يلا ريسترين. إذا أنا أحكي مثل ميكانيك هندسي يعني بعدني أسمع. بس هو أساس منها فيكس. إيه. وهذا منها سبرينج ما يشتغل. ما فكست أي شيء ما ثبتها. هذا مسحها يعني. هذا مقطع ما آسف هذا ما. إحنا نحكي عن نقطة، أنا أحكي عن نقطة بالفضاء يعني بالخير أربطها في المنبر حتى بين. أريد أقيد جزئيا حركة دورانية. هم سبرينج. إبراهيم شكلك تعرفه لأنه إيدك فرعت أخوش فرعي. شنو هذا؟ هو سبرينج. سبرينج بس شنو؟ باتجاه العزم. عافية. هسه راح ارسم لكم وهذا انا شويه ما حد يعرفه قليل هذا السبرينج هذا شكله حلزوني. شايفين سبرينج حلزوني ولا ما شايفين؟ ساعاتنا كلها بيها سبرينج حلزوني مو سبرينج حلزوني في مثلا اوكي اذا هذا شكل السبورت اللي هو
يقيد الدوران جزئيا هم بي كي بس شنو راح تصير كي مالته؟ العزم اللازم لاحداث زاويه الدوران مقدارها 1 ديجري هم بعد شو كان فرج قلت تخلي السين مالته ما ادري ايش كي 3. اذا تعرفنا الان اكرم بس يعني سمري الحكي هذا كله حتى ما نطول بيه انه تعرفنا الى هاي الاشياء اللي هي اولا منع للحركه رولر هنج فيكس حريه حركه طبعا قبلها ما قلتها اوكي والثالث الان منع جزئي الحركه او تقييد جزئي الحركه بانواع ثلاثه. نعم تفضل. نعم دكتور يعني نفس الفقره موجوده قاعده كان بالحراريه انه اذا الحراره صارت صعدت بالمنبر يتحرك جزئيا يعني اكو شيء فدرال لو ما له شغل بالستيم بالحراره بالفايبريشن بالكذا بس انت لا تفكر بهاي نقول بهذا الشكل من التعقيد انت فكر الان بس كونكريت يعني ولا حتى كونكريت انت فكر الان بالحركه فقط ومقاومه الحركه والكلام ينطبق على كثير من الاشياء انا لانه شنو ايش انا اقول اكرم فكر بهاي انا هسه اريد اجيب هاي الفكره البسيطه اللي عندك انا عند الكل طبعا زين راح اجي هسه اروح للتربو والاسس فما طب الحراره والفايبريشن كذا طبعا اكو تطبيقات كثيره بس انا راح اروح للتربو شنو علاقه التربو بهذا بدي اقوله هذا اللي راح هسه اجي الان اذا ما عندكم ملاحظه على هذا اي فرق في المثال حول هذا الحلزون على مود انت مصوره ها يعني مثال راح اقول مو من الهندسه المدنيه اوكي زين هاي الباب مال الغرفه الان مال القاعه مجيم اعتبرها اخو اكو باب الجيم لو ماكو ابدا باب الجيم مو بالامارات زين لا ما باب تفتحها مجيمه لاحظ الان الباب انت متفتحها شرح اسوي تفرها لازم تسلط عزم حتى تتغلب على هذا هو التقييد الجزئي كانشاء يعني بالستركتشر هو نفس الباب في سبرينغ اكو سيرحنا اللي رجع على في سبرينغ اللي رجع بالضبط هو هذا زين فانا مو حر لو اكون مثلا كلش هاي النرمادات يعني كلها جريز مضبوط وسموث وكذا فيصير هاي المقاومه صفر حر الدوران او ملزومه بحيث اصلا مثبته ما تنفتح هي مقفوله مضروبه قفل وكذا هاي تقييد دوران كامل الباب المزنجر نص ونص كانشاء كستركتشر لمنع الدوران الجزئي او جزء معلقه او ما يقدر يعني نفس البنايه مسلطه عليها من احدى الزوايا الثقل فهذا الفره مالتها نفس اللي مال مقاوم زلازل ومقاوم رياح يجوز بالزلازل اكو بالزلازل سبرنجات وشي بس بصراحه ما عندي معلومات يعني على هالاشياء هذه يعني ادري واحنا طبعا بالزلازل ابراهيم يعني بشكل رئيسي خلينا نقول بس مؤخرا اكتشفوا انه الزلازل تؤدي الى حركه عموديه هم ودورانيه هم مثل ما تقول لكنه سابقا متعارف عليه ان الزلازل حركه شنو فقط افقيه فيصير السبرنج ما تقف يعني ارجو انه احنا مثل ما قلت لك قبل شويه خلينا نرجع احنا نريد نفهم هذا وين بالاسس هسه ما عندنا مو موضوعنا الان هاي السبرنجات وكذا احنا نفهم هذا بتمثيل الاسس اوكي حتى يكون الوقت يعني خلينا متاح لنا يفهمنا شو نريده هذا جيد هاي من السبرنجات بعدها جاهزه وهاي بنايتي هذا الكولوم وقاعد على شنو فاونديشن جو التربه جو التربه جو الفاونديشن شكو تربه طبعا مو شنو نرمز لها التربه بهالشكل اوكي هاي التربة أرض الطبيعية وهذا الأساس مدفون. زين أنا شلون راح أمثل الأسس؟ شنو هي الطريقة خلينا نقول التقليدية وشنو هي الطريقة الآن اللي تطورت بتطور الكمبيوتر؟ بالمناسبة قبل ما حد يقول سبرنجات لو ما طلع برامج كمبيوتر يعني قبل هاي ما تنحل بالإيد تنحل طرق نيوميريكال فاينايت ديفرنس وما أدري إيش وكذا فبحيث ما حد يطلبها لأنه شنو؟ كلش صعبة معقدة. زين أنا أجي أقول أوكي هسه هذا ستراكشر مالتي طبعا احنا عندنا هاي الارض الطبيعيه جراوند ليفل او نضيف لها ناشونال جراوند ليفل ان جي ال فوقها اسمه سوبر ستراكشر جوها اسمه سب ستراكشر زين انا اريد اجي اشتغل الان حد لهنا هذا ستراكشر مالتي سوبر راح انتهي لهنا انا حتى اعتبر هذا كله فريم واحد خب هذا الان سبورت
اذا هذا بصراحه اللي رسمته يكون شنو يفتر عمودي يعني الان هذا هيك صاير هاي النقطه هنا صايره وهذا السكشن هنا هذا الان الكولوم ممكن هيك اقول او حتى المفاهيم اللي الان قلناها تجي نطبقها او ممكن هيك اقول بصراحه رولر ما اقدر اخلي رولر لانه لو هاي لو هاي شو الفرق بين واحد اثنين واحد مسموح للحركة من جوه اثنين مسموح للحركة من فوق لا احنا نفكر بس بالعلاقة الكولوم بالأساس فوق انسى فوق ما لنا علاقة احنا سوبر ستركتشر مسموح للأكسيال مرة الأساس يسمح بالدوران ومرة الأساس لا يسمح بالدوران ماشي انا جاي على هذا الأساس أساس منفرد صغيروني وهذا الكولوم هذا الأساس هالقد سمكة تقريبا يمكن جزء الكولوم أكبر منه هذا هالقد عرضة ما أدري شنو يعني صعب أقول هذا يمنع دوران العمود شو هذا هو كل العمود يشيل أساسه يفر مو تمام يعني هم كان تربة هم لها تأثير بس طبعا إحنا نلاعب شيء جزء روك أو كذا لا عشان نحكي الآن تربة عادية تربة تربتنا إحنا الطبيعية فإذا من الصعب هو صح ممكن يمنع لكن يمنع وين بالطريقة اللي جزئيا قلنا عليها أوكي هاي إذا أول ملاحظة هسه نجي إحنا خلينا نجي أكون قاعد تفكرون أنتم بس بالدوران لأن أنا رسمت حالتين خلكم تفكرون بس بالدوران أنتم إيش متفكرون بالحركة العمودية نفسها ممتاز هذا المصطلح أجاب وقته التربة سطلمنت أكل أو ما أكل يعني أقدر أقول زيرو لا بس بحاله واحده روك روك بهذا اصلا بالروك اكو اسس لا لا ماكو يعني عالم جماعه الروك روك اند روك لانه شنو يبنون على الجبال بالجبال ماكو اسس بهذا انك حتى ما صار يدرسون الروك ميكانكس عشان ندرس سويل ميكانكس ما عندهم اصلا اي مشاكل يبني على جبال ويصعد جزء عندهم غير مشاكل زين سنجي الآن إذا الآن هذا بصراحة ذن اثنيناتهم فاشلات بالتمثيل الحقيقي واحد واثنين ليش؟ لأن اثنيناتهم يقول أن الحركة العمودية شقد صفر بينما التربة تطل من تهواية شوية هذا اللي قلنا عليه سبرينج قوي سبرينج ضعيف لهذا أكو ناس إجوا وقالوا يابا لا واحد ولا اثنين انت لازم تروح وين على ثلاثة يا بثلاثة شلون امثله الان قلنا لك شرحنا لك التقليل الجزئي هو شنو عبارة عن سبرينج والسبرينج شنو اله كيك احنا كلنا لو نجي ياهو اقربهن للواقع واحد لو اثنين لو ثلاثة ثلاثة اقرب للواقع بس ثلاثة شي يقول ستلمنت شي يصير يعني قصد اتجاهها عمودي للأسفل بس يجي واحد هو خبير بالسويل ميكانيكس يقول لا ترى أيضا هذا الأساس راح يفتر وكذا كله ولا يهمك يجيب لك سبرينج شنو هذا زوني يقول لا والله الأساس هذا هماتين ما راح يتحمل شوية يزيح يجيب لك سبرينج شنو أفقي وذني الثاني يعني بالأخير حسن تسمح لي اثنين تندمي يعني تمح بصراحة ما حد يروح بهذا الاتجاه ليش لأنه مقارنة الرقم العمودي والأرقام الأخرى لا يقارن بحيث ممكن دني نقلجبل قليل تأثيره خصوصا إذا كان رافت إذا كان مو بس سيبريت فوتينج بس مربوط بتايز ربابات كذا فلهذا تشوف بعد كلهم ما يميلون يوخون يبقى بس شين السبرينجل إذا عايز تسمح لي حسن قبلك نعم حسن ترى أنا أشوف حتى الثالثة ما تمثل الواقع. الواقع شنو رأيك؟ الواقع التربة ما تشتغل سبرينج. شلون؟ السبرينج يعني إذا تضغط عليه القوة ينضغط إذا تقطع القوة راح يرجع هذا لكن التربة من السبرينج هذا باكر حلو إشارة ممتازة هاي. إنه ترجع هذا بالضبط. هذا بالضبط سؤال ممتاز راح حقا ننهي الجزء
الثاني من المحاضرة الثامنة، وننتقل جوابه إلى بداية المحاضرة التاسعة. وشكرا لكم.